فريق الشامبيل. المباراة كانت صعبة على نادي الرياضي، قدر يفوز فيها بنهايتها بفارق 7 نقاط 86-93، علما أنه الشامبيل تقدم 19-18 بالكوارتر الأول وتقدم 44-33 بالكوارتر الثاني، فارق 11 نقطة. تعادلت النتيجة 62-62. هون عم نشوف واحدة من أجمل السلات بهالموسم لبلال طبارة من نص الملعب، وقدر كمان من بعدها خبرة فريق الرياضة تفرض نفسها بالمباراة بالكوارتر الأخير ويفوز بفارق 7 نقطة 86-93. نديم سعيد سجل 18 نقطة و6 ريباوند، نيكولاس 18 نقطة كمان بهالمباراة، لكن جيرمايا ماسي زميله لفادي الخطيب السابق بنادي عمشيت سجل 26 نقطة 4 ريباوند، واسماعيل احمد مثل العادة 19 نقطة 11 ريباوند و5 اسيست، وجامار يونغ سجل 18 نقطة بهالمباراة، وهيك